لحظات تاريخية جديدة نعيشها من ساحة التحرير ومن منصة جبل أحد. هذه الأصوات العراقية التي راهن الكثيرون عليها أنها ستأتي ساعة وتخفت أو تتراجع، احتار بهم أعداءهم. هذه الصورة التي تتحدث عن نفسها من 1 تشرين حتى هذه اللحظة. المطالب واحدة، أنهم يريدون وطن، وطنا لا يحكمه فاسدون. أنهم يريدون محاكمة كل المجرمين وكل القتلة وكل الذين استباحوا الدم العراقي. ليست هنالك مطالب كمالية لشعب دفع دما وما زال مستعدا أن يدفع الكثير. ما زال البعض يراهن على لعبة المندسين ويراهن على لعبة أن يعطي صورة ظلامية عن المتظاهرين، ولكن الرد الذي يقول به الثوار هي ليست بيانات وليست تصريحات إعلامية. الرد الحقيقي هي هذه الساحة وهذه الوجوه وهذه التجمعات العشائرية والدينية والشبابية والمدنية الرجالية والنسائية بكل صنوفها. في هذه اللحظة، في كل يوم، هذه الجموع تشهدونها تصدح بصوت واحد، إنها تنادي لبلد، تنادي لوطن لا مكان للفاسدين، فليلتحق بها الشرفاء. أما الفاسدين لا مكان لهم بعد اليوم، إنهم يبحثون عن وطن يقودونه. نتمنى من الجميع ونحاول أن نذكر الجميع، وهي رسالة إلى الذين ما زالوا يراهنون لأنهم يعتمدون على أجنبي هنا وأجنبي هناك، اسمعوا صوت شعبكم، فإنه الصوت الحقيقي، الصوت النقي الذي يتجدد. وتنطلق التظاهرات وتتزايد أعدادها. هذه الصور التي تشهدونها من تحت نصب الحرية والوجوه التي تعبر عن رغبتها وتعبر عن إصرارها وتعبر عن حبها إلى العراق، لا أعتقد أنها تغيظ واحداً سوى المرتجفين وسوى الخائفين وسوى المتمسكين بالسلطة. لقد ذهب وقتاً وزمناً أحداً يحتكم بمصير شعب لأنه محب للسلطة أو لديه ميليشيات أو لديه أدوات قتل. قبل يومين استمعتم ما نقلته وسائل الإعلام عن اندساس بعض من الخائبين في داخل هذه الصفوف الخيرة وطعنوهم بالسكاكين. حتى نستطيع أن نضع النقاط على الحروف، من هو المندس الحقيقي؟ هل هذا الصوت الذين تستمعون إليه أم الذين الجبناء الذين تسللوا خلسة إلى هؤلاء الشباب والعوائل والكهول والنساء ليطعنوهم؟ هل وصلت الرجولة عندكم والغيرة عندكم والمواجهة عندكم بهذا القمع، بهذه الأساليب الرخيصة أن تسيل الدماء هنا وبالتالي يتهم المتظاهرون بأنهم مندسون؟ عن لسان كل المتظاهرين يقول: لا ثائر ولا متظاهر يقتل، لا ثائر لا متظاهر يعتدي على القوات الأمنية، لا ثائر لا متظاهر من يحرق بنايات الشعب. لكن المتظاهرين مصرين على أن يوصلوا رسالة سلمية إلى العالم كله. هذه الرسالة أنطق بها بعد أن حملني إياها كل التنسيقيات الموجودة هنا. إنهم يعلنون وبصوت عالي ويريدون الجميع أن يسمعوا أنهم ضد كل من يمارس العنف وكل من يعتدي على القوات الأمنية وكل من يحرق باسم المتظاهرين. أصحاب الشأن والمسؤولين عن الملف الأمني مطالبون اليوم أن يكشفوا المندسين والقتلة ومن يتطاول على المال العام حتى لا يتهم الأبطال ولا يتهم الثوار.